بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم في موكب الدعوة. شيخ صالح حفظكم الله، الفتوى في هذا العصر بل في كل عصر أحوج ما يكون الناس إليها، والوقت الحاضر شهد الكثير من الذين يتصدرون لمثل هذا الأمر وليسوا أهلا لذلك، وأصبحت الفتوى في بحر يموج، كل يدلي بدلوه بعلم أو بغير علم. هل هناك ضوابط يجب أن تضبط بها الفتوى لكي يسير كل واحد من المسلمين على نهج سوي وصحيح؟ ثم هذا التعدد في الفتوى ألا يمكن أن يجد بلبلة لدى كثير من عامة المسلمين؟ لا شك أن أمر الفتوى أمر مهم، والحاجة إلى الفتوى حاجة ضرورية، لأن الناس بحاجة إلى من يجيبهم على تساؤلاتهم، وبحاجة إلى من يحل مشكلاتهم، وبحاجة إلى من يتناول قضاياهم، بحاجة إلى ذلك. ولكن لن يقوم بهذه المهمات إلا أهل العلم المختصون، الفقهاء في دين الله عز وجل. فإذا قام بهذا الواجب وهذا العبء أهله من أهل العلم المختصين حصل المقصود وحصل المطلوب وانحلت المشكلات. إذا رجع الناس إلى أهل العلم وإلى أهل البصيرة، وقام أهل العلم وأهل البصيرة بالنظر في مشاكل الناس وتقديم الحلول لها على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حصل المطلوب وانحلت المشاكل، كما كان ذلك في عصر سلف هذه الأمة لما كان الناس يرجعون إلى العلماء الراسخين، كانت مشكلاتهم تنحل وكانت قضاياهم تحل ببساطة على ضوء من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله أمر بذلك، فقال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأمر الجهال بسؤال أهل العلم، لأن أهل العلم هم الذين يقدرون على إجابة الأسئلة الفقهية. وقال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الله ولو ردوه إلى الرسول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأمر الناس عندما يحصل إشكال أو يحصل أخذ ورد في أمر من الأمور المهمة أن يرجعوا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يرجعوا إلى أولي الأمر منهم، أي الشأن والمنزلة، وهم أهل الرأي وأهل الفقه وأهل الخبرة والتجربة. فحينئذ يخرجون إلى نتيجة مرضية لعلمه الذين يستنبطونه منه. لكن حينما تكون الأمور فوضى ويتولى الإجابة كل ما هب ودب ممن ينتسب إلى العلم وهو جاهل، أو من عنده علم لكن ليس عنده عمل، وإنما يتبع هواه ورغبته ورغبة الآخرين وإرضاء الآخرين، حينئذ يحصل الفساد. فما حصل لبني إسرائيل لما ضل أحبارهم ورهبانهم فحرموا ما أحل الله
أحلوا ما حرم الله وأطاعهم عامة الناس هلك الجميع، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فإذا صارت الأمور في أمور الفتوى وأمور العلم فوضى يجيب عليها الجهال الذين لا علم عندهم، أو يجيب عليها فساق العلماء الذين لا يتبعون ما أنزل الله على رسوله وإنما يتبعون رغباتهم أو رغبات غيرهم، ويلتمسون للناس ما يرضيهم ولو بما يسخط الله عز وجل، فحينئذ يحصل الفساد في الأرض. وما هلكت بنو إسرائيل إلا بمثل هذا، أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فلا يجوز الرجوع إلى أهل الأهواء وأهل البدع ولا الرجوع إلى الجهال، وإنما يجب الرجوع إلى أهل العلم والعمل، أهل العلم الثابت والعمل الصالح. وهذا هو الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى بعث رسوله بالهدى ودين الحق، فالهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح، ولا بد من اجتماع الأمرين العلم النافع والعمل الصالح. أما إذا انفرد أحدهما عن الآخر فكان علما، كان علم بدون عمل، هذا طريق أهل الضلال، أو كان علم بدون عمل فهذا طريق المغضوب عليهم، أو كان عمل بلا علم فهذا طريق أهل الضلال. والله أمرنا أن نستعيذ به من الطريقتين، طريق المغضوب عليهم وهم الذين عندهم علم وليس عندهم عمل، وطريق الضالين وهم الذين عندهم عمل وليس عندهم علم، وأمرنا باتباع طريق المنعم عليهم وهم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح. فلا تنضبط الفتوى إلا بهذا، بأن يتولاها أهل العلم الراسخ والعمل الصالح، فإذا اختل شرط من هذين الشرطين حصل الفساد في الأرض. ولن يقتصر فساد هؤلاء على أنفسهم أو على من أضلوه، وإنما يتناول هذا عامة الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا الأمر خطير، والواجب التنبه له، والواجب على كل أحد حينما يسأل أن يتقي الله سبحانه وتعالى، فلا يتسرع إلى الجواب، فإن كان هناك من هو أعلم منه فليحل السؤال إليه. وكان السلف يتدافعون الفتوى وهم على علم، لكن يريدون أن يتولاها من هو أكبر منهم وأوثق منهم، وهذا من ورعهم ومعرفتهم بصعوبة الموقف. الله جل وعلا يقول: وفوق كل ذي علم، فوق كل ذي علم عليم، ويقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. وإن كان ليس هناك من يتولى الفتوى ممن هو أعلم منه، فعليه أن يتقي الله وأن يتحرى في إجابته ما ينجيه عند الله هو أولا، ثم ينجي السائل أيضا، فيعتبر نفسه أول من يتناولهم خطر الفتوى، ثم أيضا يرحم السائلين ويرحم الناس من أن يوقعهم في الضلال ويقودهم إلى الغواية، إما لمحبته للشهرة وإما لمحبته لعرض دنيوي. فعليه من يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يحترموا الفتوى والقول على الله سبحانه وتعالى، فإن الله جعل القول عليه بغير علم فوق الشرك، قال سبحانه وتعالى:
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول على الله بلا علم فوق منزلة الشرك، لأن الشرك جزء من القول على الله بغير علم. وقال سبحانه ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. نعم أحسنتم أثابكم الله.